تعود من عهد الاحتلال البريطاني. وفق هذه الأوامر وزير الدفاع يعلون يقول في إعلانه أن الحركة الإسلامية أصبحت منظمة محظورة. أبعد من ذلك، في هذا الإعلان يذكر يعلون مجموعة من قيادات الحركة الإسلامية، وفي نفس الوقت يذكر بالاسم مجلس الشورى في الحركة الإسلامية، ويذكر بالاسم الإدارة التنفيذية في الحركة الإسلامية، ويعتبر أن كل هؤلاء الأسماء من قيادات الحركة الإسلامية، وهذه الأسماء لأجسام في الحركة الإسلامية أصبحت في حسابات يعلون والمؤسسة الإسرائيلية أصبحت محظورة. ثم ماذا؟ أود أن أؤكد أنه في منتصف ليلة البارحة تم اقتحام مكاتب الحركة الإسلامية هنا في مجمع ابن تيمية. تم عملية العبث الفوضوي القبيح بكل المكاتب، تم مصادرة كثير من الأجهزة، وكذلك تم مصادرة كثير من الملفات. هذا العمل القبيح المرفوض وقع على كثير من بيوت أبناء الحركة الإسلامية في الجليل وفي النقب وفي يافا، وبطبيعة الحال هنا في مدينة أم الفحم وفي كفر كنا. كل ذلك وقع ليلة البارحة. طبعا في نفس الوقت بدأت تصل استدعاءات تحقيق إلى الكثير من قيادات الحركة الإسلامية ما بعد منتصف ليلة البارحة. على سبيل المثال، أنا وصلني استدعاء تحقيق الساعة 4 فجرا، قرعوا علي باب بيتي وتم تسليمي هذا الاستدعاء، وطلب مني أن أمثل في مركز شرطي في مدينة حيفا. وبطبيعة الحال خلال التحقيق معي الذي استمر طبعا لساعات، تم توجيه تهمة إلي أنني أنتمي إلى جماعة محظورة، وأنني أساهم وأمد هذه الجماعة المحظورة بالدعم.